أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. مدينة مأرب في مواجهة تحديات عدة، فميليشيا الحوثي تحشد المقاتلين على جبهاتها الجنوبية والغربية والشمالية، فيما يحتشد مسلحون قبليون بشعارات مطلبية متعلقة برفض الإصلاحات الاقتصادية وإعادة النظر فيها بحيث يتم تنفيذها دون الإضرار بهم. فكيف يمكن لمدينة مأرب مواجهة كل هذه التحديات من أزمة أمنية داخلية وتحديات عسكرية خارجية وأزمة اقتصادية تعصف بملايين النازحين، إضافة لاتهامات بسيطرة منظومة فساد مالي وإداري شديدة التماسك والتأثير؟ هل يمكن لعقلاء مأرب وعقولها السياسية ومنظومتها الاجتماعية الفاعلة وقواتها المسلحة وتحالفاتها الداخلية والخارجية أن تهندس حلولا ناجعة لمواجهة هذه التحديات والأخطار؟ أم أن الأمور مرشحة لمزيد من التدهور والانهيار؟ نحاول الإجابة عن كل هذه التساؤلات مشاهدينا الكرام، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير ابقوا معنا. تواجه مدينة مأرب التي تؤوي أكثر من مليوني نازحا أزمة تهدد استقرارها وأمنها، فمنذ أكثر من 5 سنوات تتعرض المدينة لهجمات مستمرة من قبل ميليشيا الحوثي التي تسعى للسيطرة عليها بالقوة. تفاقم هذه الهجمات من المعاناة الإنسانية للنازحين الذين يعيشون على ظروف صعبة للغاية، وتشكل الأزمة الاقتصادية تحدياً إضافياً حيث تؤثر سلباً على الوضع العسكري والأمني وتهدد الأمن الغذائي في المدينة. لم تقتصر التحديات التي تواجهها مأرب على التهديدات الخارجية، بل تواجه المدينة أنشطة تخريب يقوم بها نافذون قبليون متضررون من الإصلاحات الاقتصادية، ويمكن أن تؤدي هذه الأنشطة إلى زعزعة الاستقرار في المدينة واندلاع صراع داخلي بين القبائل المتنافسة. يوم أمس تعرضت المنطقة المحيطة بمصافي صافر للنفط لقصف بصاروخ تحذيري قال مسلحون قبليون إنهم مسؤولون عنه، وهددوا بقصف المصفاة نفسها إذا لم تتجاوب السلطات مع مطالبهم التي تتمثل في إلغاء الزيادة على أسعار المشتقات النفطية وإشراكهم في آلية مكافحة الفساد وصرف كميات كافية من المشتقات النفطية بالسعر القديم. ويعد هذا الهجوم تطوراً خطيراً يهدد بتصعيد الصراع في اليمن ويعرض حياة المدنيين للخطر. مصادر إعلامية نقلت عن قبائل مأرب بياناً أعربت فيه عن رفضها للدعوات التي تحرض على استهداف المنشآت النفطية بذريعة الاحتجاج على رفع أسعار الوقود، كما أكد البيان براءة القبائل من أي عناصر تخريبية تهدف إلى تدمير المنشآت الحيوية والتأثير على الأمن والاستقرار في المحافظة. بحسب خبراء، فإن حل الأزمة يتطلب تضافر الجهود الأمنية والعسكرية من خلال جمع المعلومات بشكل دقيق واتخاذ القرارات المناسبة في وقتها، وتفكيك القضايا الداخلية من خلال الآليات السلمية وتوسيع دائرة اتخاذ القرار السياسي والمشاركة في السلطة والثروة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس شعبة الصحافة العسكرية سيادة المقدم رشاد المخلافي. أهلا وسهلا بك معنا سيادة المقدم. هناك كثير من الأخطار تواجه مدينة مأرب كما استعرضنا ذلك في التقرير وقبل ذلك في المقدمة، لكن أبرزها ربما تحشيدات الحوثيين على جبهة محافظة مأرب والأزمة الأخيرة في مطار العرقين لقبليين يطالبون بالتراجع عن قرار تسعيرة المشتقات النفطية هناك. كيف يتعامل الجيش مع كل هذه التهديدات؟ مساء الخير أخي هشام، أحييك وأحيي مشاهدي قناة بلقيس. بالطبع ليست بهذا الحجم، يعني ان هناك مخاطر. طبعا مأرب تجاوزت كثير من المخاطر واكثر من هذه المواقف بكثير. نحن نتحدث عن عناصر، لكن هناك رفض لوحدات الاستطلاع في الجيش الوطني لتعزيزات حقيقيه بالنسبه للميليشيا الحوثي على جبهات المأرب، الجبهه الجنوبيه وجبهات شرق الجوف وجبهات الغربيه في صرواح وفي المشجح ورغوان الجبهات الغربيه. وهناك معسكرات، هناك رفض لمعسكرات ونقاط تجميع لقوات ميليشيا الحوثي ممن تحشدهم تحت شعار تحرير القدس. طبعا حشدت ابناء القبائل في تلك المعسكرات. انا تحدثت عن الجوبه
جنوب مأرب مديرية الجوبة شهدت هناك عسكر لبعض من حشدتهم تحت شعار يعني تحرير القدس. هذه الكارثة نتيجة الجهل للأسف الشديد ونتيجة سواء بالترهيب أو بالترغيب هذا التحشيد. كذلك هناك معسكرات في مدينة الحزم وقامت بعملية استحداثات كبيرة في هندسية على مستوى سواء تحصينات قندقة في جبهات شرق الجوف وأيضا في الجبهات الجنوبية، لكن الجيش لها بالمرصاد وهناك يقظة عالية واستعداد قتالي لأي طارئ. بالنسبة للجيش أنتم تعرفون أن هناك تطور كبير حصل خلال الأشهر الماضية سواء على المستوى التدريب أو التأهيل. دخلت وحدات متخصصة مختلف صنوف القتال مدفعية طوارق يعني طيران مسير أيضا دبابات أيضا مدرعات استطلاع قيادة وسيطرة. هناك استعداد كبير لأي مواجهة والميليشيا حاولت سواء عبر الهجومات يعني التجريبية لجس النبض أو عبر الهجوم الفعلي في محاولة لتحقيق أي إنجازات حصل في يعني هذه التجهيزات التي تتحدث عنها سيادة المقدم وحصل في جنوب بلاك ناصرت. نعم هذه التجهيزات التي تتحدث عنها هي موجودة للدفاع أمام أي محاولات حوثية أم أنها مستعدة أيضا للتقدم وتحرير مناطق يسيطر عليها الحوثيون في المناطق التي ذكرتها في الحزم الجوف أو حتى المناطق الشمالية الغربية؟ طبعا هذا يرجع الى القرار السياسي الذي يمكن ان يتخذه يعني صانع القرار وهو مجلس القياده الرئاسي. الجيش سينفذ اي قرار يطلب منه سواء في عمليه في الهجوم. واستطاع الجيش على فكره في رغوان قبل اسابيع من شن هجوم واسع واستطاع ان يكبد الميليشيا خسائر. الميليشيا ليست في هذا البعبع للاسف الشديد. هناك تركت لديها الفرصه لكي تحاول يعني وتحديدا في البحر الاحمر محاوله لانتفاشه هذه البقاعه الحوثيه. نعم. طيب هي اقل من ذلك بكثير وقد قبلت الميليشيا الجيش الوطني. اريد ان اشرك ايضا المعارك شرسه وكان نعم. وكان يقود تلك حسن ايرلو وهو الشخص الثاني. وضحت الصوره الثوري الإيراني. سيادة المقدم أريد أن أشرك أيضا معنا في هذا النقاش الصحفي أحمد عايض. أهلا وسهلا بك معنا سيد أحمد. أريد أن أخذك إلى جانب آخر من المهددات التي تهدد محافظة مأرب وهو ما يتعلق بمطارح العرقين. كان هناك اتفاق في بداية الشهر الماضي بين السلطة المحلية وبين زعماء هذه المطارح الذين يرفضون قرار رفع سعر المشتقات النفطية، قضى بتأجيل قرار رفع سعر المشتقات النفطية إلى أجل غير محدود مسمى مقابل رفع هذه المطارح. ما الذي سجد الآن حتى يعود التوتر مجددا إلى تلك المنطقة؟ مرحبا أخي هشام وبكل المشاهدين الكرام. طبعا نستطيع القول على أن الأزمة التي أثيرت الآن حول التهديدات على محافظة مأرب بما يسمى بمطارح المطالبة بتخفيض المشتقات النفطية قد تم تجاوزها جملة وتفصيلا. يعني الآن اليوم نحن في اليوم تقريبا الرابع وشركة النفط في محافظة مأرب توزع كمياتها وفق جدول زمني معد وسلس السعر الذي تم إقراره رسميا من قبل السلطات المحلية. حاولت تقصد السعر الذي تم السعر الذي بدأ هذه الأزمة مع زيادة السعرية؟ ارتفع السعر من 3500 ريال إلى 8000 ريال. الآن يباع في كل محافظات مأرب وكل محطاتها بالسعر الذي تم الاتفاق عليه، السعر الجديد من 3500 إلى 8000 ريال. نعم. حاولت بعض العناصر النشاز تحويل أن تظهر نفسها بالقوة وقامت بعمل مقذوف باتجاه مناطق صحراوية باتجاه صافر
وعناصر حاولت هنا وهناك. اليوم جاء الرد الحاسم من قبل اللجنة الأمنية والعسكرية العليا التي اجتمعت برئاسة اللواء سلطان العرادة، والتي كانت في طليعة قراراتها مطالبة الجهات الأمنية والعسكرية وتم رفع بكل العناصر التخريبية التي أحدثت الفوضى خلال الأيام الماضية في الاسم والصفر والأدلة، ورفعها إلى الجهات القضائية حتى يبث القضاء في تلك العناصر وتعميم هذه الأسماء على كل المنافذ البرية والبحرية والجوية. بمعنى أن هناك خطوة كبيرة قطعت خلال الساعات الماضية ناهيك عن البيان القبلي الذي صدر من كبار القوم وعقالها في المناطق التي تدعي، أو نقول المناطق التي في إطارها الجغرافي يتواجد موضوع المشتقات النفطية، أنهم أعلنوا وقوفهم مع الدولة ومع الحكومة ومع السلطة المحلية. بمعنى أن الخطوات التي تسيرها حاليا السلطة المحلية بمحافظة مأرب مدعومة بدعم قبلي ودعم عسكري ودعم أمني. هل من بين هذا الدعم سيد أحمد دعم الشيخ علي بن عويشان الذي كان جزءا من مطارح العرقين؟ حاولت تلك العناصر عشية محاولة رفض الجرعة الجديدة الاتصال والتواصل مع الشيخ علي بن عوشان المتواجد حاليا في المملكة العربية السعودية، وحاولوا الاتكاء على موقفه لكنه رفض تحركاتهم في هذه اللحظة وطلب منهم التهدئة، بمعنى أن هناك موقفا تغير لابن عوشان جملة وتفصيلا، ولذلك لم تستطع تلك العناصر التي هي كانت يمكن نطلق عليها ملوك السوق السوداء أو المستفيدين من فارق هذه الأسعار، لم يجدوا متكئا، لا متكئ قبلي ولا متكئ آخر، ولذلك فشلت كل محاولاتهم لإحداث أي نوع طيب من الفوضى. أريد أن أعود إلى سيادة المقدم وأتحدث عن هذه النقطة بالتحديد، التوترات والأزمة الموجودة في مطارح العرقين وهذه العناصر التخريبية التي وصفها أيضا سيد أحمد، محاولة أيضا زرع توتر هناك. سيادة المقدم، الجيش الآن بعد هذا الاجتماع الذي عقدته اللجنة الأمنية والعسكرية، هل باشر ميدانيا فعلا التحرك ضد هذه العناصر؟ هناك تحرك وهناك تحقيقات وتجري لجمع الاستدلالات وأيضا يعني الاطلاع ونشر الأسماء. نحن نتحدث أخي عن عناصر محددة، عناصر تخريبية إجرامية، سواء كانت مستفيدة من السوق السوداء في ظل الأسعار القديمة، أو أيضا عناصر ربما استطاعت بالشيء الحوثي أن تجندها بمبالغ يعني آلاف السعودي، وهي قليلة جدا لا تمثل القبائل. القبائل أكدت المكونات القبلية وفي التيار الحزبية وأبناء مأرب وأبناء المحافظة في المحافظة استنكارهم التام وربطهم للعمل التخريبية ووقوفهم صفا واحدا مع السلطة المحلية والتفافهم خلف المؤسستين العسكرية والأمنية ومساندة جهودها لتصدي لتلك الأعمال الإجرامية. نحن نعرف من يقف وراء ومن يقف وراء مؤكدا ان افشال كل المخططات التقريبيه. طبعا من يقف وراءها سياده المقدم؟ قبائل العرقين. من يقف وراءها؟ كما اسلفت اخي، بعض العناصر المستفيده من عمليه البيع بالسوق السوداء وهي فقدت مصالحها، وهناك ايضا ربما بعض العناصر المشبوهه والتي تم تجنيدها من قبل ميليشيا الحوثي. على فكره نحن اليوم نرصد كل تحركات الحوثي، تحركات الحوثي هناك جبهتين رئيسيتين وهي الجبهه الجنوبيه وايضا جبهه يعني شرق الجوب في محاوله منها لتطويق المحافظه، ولكنها ستفشل، ومع ذلك تنشط هذه بعض هذه القلايا. لكن ابناء القبائل وقفوا صفا واحدا خلف الجيش والاجهزه الامنيه لمواجهه هذه العناصر التخريبيه، وخلال الايام القادمه ستكشف تلك الاسماء وسيتم ملاحقتها، كما ان هناك خلايا تم القبض عليها خلال الاسابيع الماضيه، وربما الاجهزه الامنيه بصدد الكشف عن نتائج التحقيقات.
يعني هناك خلايا تم إلقاء القبض عليها وستعلنون قريبا نتائج التحقيقات كما تقول. أريد أن أسأل أيضا السيد أحمد عن انعكاس نشاط هؤلاء العناصر على سير يعني استعدادات محافظة مأرب لأي هجوم قد يشنه الحوثيون واستغلال الحوثيين لمثل هذه النشاطات. سيد أحمد فضلا أعيد السؤال، انقطعت ال... نعم، كنت أريد أن أعرف منك عن انعكاس هذه النشاطات التي يقوم بها هذه العناصر أو تقوم بها هذه العناصر التخريبية على سير استعدادات محافظة مأرب لأي هجوم قد يشنه الحوثيون، أو أن الحوثيين قد يستغلون هذه النشاطات مثلا. طبعا الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب قبل شهر أوضحت في بيان لها أن كثير من العناصر المشبوهة والمتورطة بجرائم بحق الجيش الوطني والأجهزة الأمنية وضالعين بعدة جرائم واغتيالات هم من ضمن المنضوين يعني في تلك التجمعات التي كانت مناوئة لقرارات السلطة المحلية، وبعض من تلك الشخصيات معلوم تواصلها مع الميليشيات الحوثية، بمعنى أن ثمة تشجيع من أطراف موالية للتيار الحوثي على تفجير الوضع عسكريا، لكن خابت تلك المساعي جملة وتفصيلا، فتفجير الوضع داخل مأرب، بمعنى أن المقاومة الشعبية محافظة مأرب ستنقسم على ذاتها والدخول في حرب أهلية، ما يجعل معظم الجبهات تتأثر بهذا الجانب، وهذا سينعكس إيجابا على مصالح الميليشيا الحوثية التي حاولت الدفع يومها بتعزيزات عسكرية كبيرة، لكن مأرب نجحت بقدر كبير من الدهاء والذكاء والتعاطي. طيب في هذا الصدد تلك المتغيرات الشعبية، في هذا الصدد سيد أحمد، ما هو دور وجهاء وعقلاء محافظة مأرب في حماية محافظتهم والتضافر أيضا مع السلطات المحلية وقوة الجيش هناك للحفاظ وحماية محافظتهم؟ صدر قبل ساعات اليوم هذا بيان قبلي من أبرز الفخود القبلية بمنطقة عبيدة في دعمهم الكامل لجهود السلطة المحلية ووقوفهم مع الجيش والأمن، فهذا البيان سحب البساط من كل العناصر التخريبية التي تحاول أن تضع نفسها ممثلة باسم الجميع، وجاءت الضربة بعدها ظهر اليوم البيان أو الموقف من اللجنة الأمنية والعسكرية بأن مثل هذه العناصر التي تحاول التخريب أو سعت التخريب سيتم الرفع بها إلى القضاء وسيتم إصدار أحكام قضائية بحقها، بمعنى أنها ستكون مطلوبة للعدالة في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية. نعم سيادة المقدم، في آخر دقيقة من البرنامج أو دقيقة ونصف، كنت قد أشرت سابقا إلى أن الجيش اليوم ليس كما كان سابقا وأنه حصلت حركة من التطويرات والتحسينات في منظومة الجيش وأيضا في وسائله أيضا وأدائه، أخبرنا أكثر عن ذلك وأخبرنا عن حياة الجنود هناك، هل تحسنت هي أيضا من حيث الرواتب والاهتمام بهم؟ ربما بعض الشيء لكن ليس بالشكل المطلوب، لكن أستطيع أن أقول لك أن هناك تطوير كبير حصل في بناء هذه المؤسسة خلال السنتين الماضيتين وتحديدا العام الماضي، استطاع الجيش ان يرشد يعني قواته بعشرات الوحدات العسكريه بمختلف التخصصات العسكريه القتاليه، اليوم نتحدث اليوم عن تخصصات قتاليه قادره على يعني تنفيذ مهام بشكل اكبر، وانت تعرف خلال الفتره الماضيه او خلال الفتره الماضيه استطاعت الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه القضاء على عشرات الكتائب العقائد من العقائدين الذين تم تدريبهم في إيراد وفي الضاحية الجنوبية، فما بالك بمن يحشدوهم اليوم وهم أقل كفاءة وأقل قدرة، وقد ثبت ذلك من خلال العشرات المواجهات التي حصلت. نعم. كما أود أن أنوه أخي العزيز
إلى نقطة مهمة. اليوم إيران وأدروحة والولايات المتحدة الأمريكية يجدون قواعد اللعبة وقواعد الاشتباك واستثمارها بما يخدم مصالحهما. نعم. للأسف الشديد وضحت الصورة لأنه لم يعد لدينا وقت في القضية الفلسطينية. نعم. في ظل غياب نعم وضحت الصورة العربي. أعتذر منك على المقاطعة لأن الوقت قد أزف. شكرا جزيلا لك رئيس شعبة الصحافة العسكرية المقدم رشاد المخلافي، وأشكر أيضا ضيفي العزيز الصحفي أحمد عائض. مشاهدينا الكرام شكرا لكم أنتم أيضا على طيب المتابعة. في أمان الله.